اثنيناتنا نتقاشمنا اياها من ايدي. اذا كان حدا بيصير معه شيء بليز ما تقدروا تعبوا بعيني، تقدروا تعطونا خبر ربي بظهره ومحبب من زمان. وصلنا خبر انه كان في كيسترون سمع الشباب هنيك عم بيصفوا وجدوا انه كيف بتقولوا لنا جاي يميرنا على الكنيسه وما بتجي. بتقوم هالبنت بتصرخ فيهم بتقول لهم يا عيب الشوم عليكم، انتوا جايين تتصلوا ان كان مع ميرنا او بدون ميرنا، تعالوا تنصلي. صاروا يصلوا، نامت البنت وقالت تاني يوم ما فيش قد دبي ولا قطر فيها بضهرها. هالشي هيدا امبارح سمعناه وسمعنا انه يمكن تجي اليوم تصلي معنا، فاذا كانت موجوده بالكنيسه بنحب نشوفها. شكرا. على كل حال هو ايمان، كنت ما قلت لكم الايمان اللي بيشفي مش الزايد. ميرنا بتصلي لكم وصلاة ميرنا اذا انتم عندكم ايمان ممكن يساعد، بس ايمانكم انتم صلاتكم هي اللي بتشفي، هي اللي بتعطيكم. في حالات كثير سمعناها بس ما بيسوى نعرضها على الشعب قبل ما تتحقق من الشهادات الطبيه انه هالشيء هيدا ما بيجوز. بينشر بنصير بدنا نشوش على عجائب حقيقيه بالكنيسه. ما بيجوز نشوش لانه المسيح هو حق وحقيقه وامه حق وحقيقه وهم بيعملوا العجائب ساعة البدون وساعة اللي بيختاروا انه نحن ايماننا مستحق للعجيبة بيعطونا العجيبة. بس العجيبة الكبيرة يا اخوتي مش شفاء الجسم. هك اليوم كان في شاب ونحن عم نمرق بكامبرا وبيت من زي وبواقا واقا هونيك شفنا اشياء مهمة كتير. كان في شاب حاطينه على جارينه جار نايم ما فيش يتحرك، حطوه حد ميرنا تتحدث معه وتحكيه ويدق لها بايدها مبسوط كتير. بعدين ونحن عم نمسح بالزايد قال على صوت عالي، قال يا اخوتي مش المهم شفاء الجسم، شفاء النفس اهم. وانا اليوم مبسوط كتير برجعتي لله، صحيح على الكراشي بس انا كثير مبسوط. الله يخلي لنا اياكم، الشفاء الداخلي مهم كثير يا اخوتي، الرجعه الى الرب هو المهم. نبتعد عن اخوتنا بالقساوة والطغينة والحقد. الذين نأتي إلى الكنيسة لنتناول جسد الرب وليس في قلب موتني كل يديني لترى شمس عيوني. Keep on moving, please.